عودة إليكم من جديد متتبعينا الكرام. لنتابع وإياكم وقائع واحدة الشوط المباراة الثاني بين عناصر الفتح ومولودية أسا. المدرب سعيد بهلول يبدأ الشوط الثاني بتغيير، يقحم اللاعب عبد الحفيظ الرقم 11 الظاهرة أمامكم. أول تغيير لعناصر المولودية منذ بداية الشوط الأول، منذ بداية شوط المباراة الثاني. طبعا النتيجة 1-0 لعناصر الفتح. مشاهدينا الكرام، عبر الهدف الذي وقع من علامة الجزاء من طرف ميكائيل، تعود الكرة الآن مع عناصر المولودية عن طريق شموس. شموس كيحافظ على الكرة من جديد باتجاه ديانج، ديانج باتجاه المعفر لم تصلها، كترجع لعناصر المولودية مقطوعة عن طريق عبد الرزاق، تعود عن طريق بوسبيعات، بوسبيعات باتجاه معاذ العز، معاذ العز يحافظ على الكرة، معاذ التمريرة، لكن تمريرة معاذ لم تصل ولم تكن بتلك التمريرة التي كانت موجهة أو ربما متجهة لياسر قوق. سهلة بين أحضان الحارس يوسف بدري. طبعا عناصر تعود الكرة من جديد مع عناصر المولودية عن طريق اللاعب المعادن، عفوا عن طريق اللاعب أحمد القندور، احمد الغندور يفقدها، كترجع لعناصر الفتح عن طريق النصيري، النصيري طويله لميكائيل، ميكائيل لمعاذ العز، معاذ كيسدد لكن الحارس يوسف بدري في المكان المناسب. لولا تصدي الحارس ولولا التدخل لكنا راينا الهدف الثاني لعناصر الفتح بعد التسديده المؤثره والممتازه والمركزه عن طريق اللاعب معاذ العز التي كانت غايه في الروعه، التسديدة التي كانت بالرجل اليسرى على يمين الحارس يوسف. تعود على عناصر الفتح، ركلة ركنية مرفوعة لعناصر الفتح بالرأس لكن من دون أي متابعة داخل مربع العملية. الكرة الأخيرة افتقدت للمتابعة وافتقدت ربما للدقة. تعود من جديد لعناصر الفتح، ركلة ركنية من جديد، الضغط فتحاوي منذ البداية عن طريق معاذ العز، معاذ كيرفع داخل المنطقة بالرأس والهدف الثاني، هدف ثاني لعناصر الفتح. نعم مشاهدينا الكرام، الهدف الثاني لعناصر الفتح. ممتازة التوزيع وممتازة الرأسية، ممتازة التوزيع رأسية معاذ العز. نعم كما شاهدنا وإياكم، عفوا عصام أرقز يعلن عن الهدف الثاني لعناصر الفتح بعد التوزيع الأخيرة من معاذ العز التي كانت غاية في الروعة، وجدت متابعة اللاعب معاذ، عفوا لاعب عصام أرقز الذي أعلن عن الهدف الثاني لعناصر الفتح. ثنائية مقابل لا شيء، هدفان مقابل لا شيء لعناصر فريق الفتح. طبعا ممتازة هذه الرأسية وممتازة التوزيع، كانت غاية في الروعة صراحة. كرة لا ترد، كرة مكانها في الشباك، توزيعة ممتازة، حرام أن تذهب من دون أي تهديد. وبالتالي عصام أرقاز يعلن عن الهدف الثاني لعناصر الفتح معززا بذلك التقدم بهدفين مقابل لا شيء. منذ البداية كما نقول ولعت واشتعلت منذ البداية ومنذ الدقائق الأولى. الكرة لازالت مع عناصر مولودية أسا الذي يضغط لتقليص الفارق داخل مربع العمليات، لكن سهلة بين أحضان الحارس إلياس جبار. طبعا الياس جبار كيلعبها طويله باتجاه اللاعب الياس القوق، الياس كيوصلها لميكائيل، ميكائيل والياس لازال بالراس كيحاول كيسترجعها ميكائيل، ممتازه
ميكاييل يتقدم، ميكاييل لازال يحاول، معاه الكرة ميكاييل يفقدها وكترجع من جديد عن طريق القائد أيت بوعلي محمد. محمد كترجع لرفيق على الجهة اليسرى، رفيق يلعب تماما للخلف للحارس إلياس جبار. إلياس يلعبها طويلة باتجاه اللاعب عبد الحكيم الدريسي، عبد الحكيم يفقدها، كترجع عن طريق المعادن يوسف، يوسف معادن مع اللاعب بياني يوسف، بياني يوسف كيلعب مع اللاعب عبد الحفيظ الذي دخل في الشوط الثاني. مرور ممتاز من عبد الحفيظ وتسديده من طرف اللاعب بياني ولم تكن بتلك الخطوره، التسديده ارتطمت بالمدافع وصاحب الهدف الثاني عصام أرقز. طبعا افضليه لعناصر الفتح، الحكم يعطي الافضليه لعناصر الفتح على مستوى وسط الميدان عن طريق بوسبيعات الحسين. الحسين كيلعبها للاعب عماد، عماد مع لاعب رفيق، رفيق للقيوق الياس، الياس القيوق، مرور ممتاز من الياس، الياس مر ومن الثاني نعم يمر من جديد، تصل لميكاييل، ميكاييل يتوغل داخل المنطقه، ميكاييل، ميكاييل المراوغه من ميكاييل، لكن الحكم يعلن عن ضربه مرمى لصالح الحارس يوسف بدري بعد اخر لعبه التي كانت ممتازه. بعد المرور الممتاز من الياس القيوق وتوغل ميكاييل داخل المنطقة، طبعا لاعب مولودية السواقي على أرضية الميدان في انتظار تلقي الإسعافات اللازمة. اللاعب بياني عفوا اللاعب أنس شموس بعد آخر مرور عليه من طرف الياس القيوق على اثره سقط على ارضيه الميدان، يعود من جديد شموس الياس. تعود لعناصر المولوديه عن طريق الحارس يوسف، يوسف كيلعب مع المدافع عبد الرزاق، عبد الرزاق طويله باتجاه ديانج، ديانج تصلها بشكل مطلوب، تعود ليوسف معادين، يوسف كيمررها ليوسف البياني، بياني من جديد، تعود لعناصر الفتح عن طريق اللاعب معاد العز، معاد العز عنده الكرة كيتقدم معاه اللاعب عماد، معاد لازال ينتظر لكن ميكاييل تسديدة لم تكن بتلك الخطورة، تعود فتحة وهي من جديد وتسديدة من طرف اللاعب معاد مرت جانبية محادية لمرمى الحارس يوسف بدري، كترجع من جديد عن طريق المدافع عبد الرزاق لعناصر المولودية عن طريق معادن، معادن يوسف كيرجع للخلف تماما على مستوى وسط الميدان عن طريق عبد اللطيف جولير، عبد اللطيف كترجع لي شموس أنس، أنس أمامه إلياس القيوق، كترجع من جديد عن طريق عبد الحفيد، عبد الحفيد مع عبد اللطيف، عبد اللطيف جولير كيلعب مع يوسف بياني، بياني طويله باتجاه عبد الحفيد ولكن التغطيه الدفاعيه ممتازه من رفيق. طبعا كرة طويلة مقطوعة عن طريق عبد الحكيم الدريسي، الدريسي كترجع له من جديد، الطويلة من الإدريسي عبد الحكيم يستعيدها اللاعب عبد الرزاق مدافع مولودية أسا، عبد الرزاق عنده الكرة من جديد يلعبها طويلة باتجاه المعفر، المعفر كترجع فتحوية يفقدها اللاعب عماد، كترجع العناصر المدولية عن طريق معاد، معاد يسترجعها عبد الحفيد وتسديدة لكنها سهلة بين أحضان الحارس إلياس جبار.
الياس جبار كيلعبها طويله باتجاه ميكائيل، ميكائيل تسيلها الكره من جديد. طبعا نتيجه هدفين مقابل لا شيء. الهدف المبكر من بدايه الشوط الثاني عن طريق المدافع عصام أرقاس، ضربه راسيه ممتازه بعد عرضيه في غايه الروعه من طرف معاذ العز، كترجع فتحويه من جديد عن طريق معاذ لميكائيل، ميكائيل والمرور، لكن الحارس يتدخل في الوقت المناسب من دون اي خطا. الحارس يوسف بدير، يوسف طويله للاعب المعادن يوسف، يوسف معادن كيلعب مع عبد الحفيد، ممتازة تصل لشموس، شموس والحكم يوقف اللاعب، يندير اللاعب رفيق، بطاقة صفراء على اللاعب رفيق. طبعا بطاقة صفراء ثانية لعناصر الفتح في هذه المباراة للاعب عفوا عماد، بعد بطاقة رفيق في الشوط الأول. ركلة حرة مباشرة لصالح عناصر مولودية أسا، التفيد من طرف اللاعب عبد اللطيف جولير، عبد اللطيف يرفعها داخل مربع العمليات، رأسية نقي والهدف الأول لعناصر المولودية. لكن يا الفرحة لم تتم بعد، الحكم يعلن عن تسلل لصالح الفتح، تسلل على عناصر مولودية أسا. لم يفرح كثيرا اللاعب يوسف بياني الذي كان متسللا، وقع في فخ التسلل، وبالتالي النتيجة لا زالت هدفين مقابل لا شيء. تنفيذ عن طريق الحارس إلياس جبار، إلياس يلعب ضربة المرمى طويلة باتجاه إلياس رقيوق، إلياس كيفتحها تماما للاعب عماد وإلياس رقيوق لا زال حافظ على الكرة، لكن الحكم يعطي الأفضلية للمدافع شموس أنس. كترجع من جديد لعناصر الفتح الأفضلية فتحوية بعد الخطأ الأخير على طريق اللاعب الحسين بوسبيعات، الحسين عفوا الذي ينبري للتنفيذ هو عصام أرقاس. عصام سيلعبها طويلة باتجاه ميكائيل، ميكائيل ممتازة بالرأس للحسين بوسبيعات، لكن الحكم قبل ذلك أعلن عن خطأ لصالح اللاعب عبد اللطيف جولير. عبد اللطيف ترجع لشموس، أنس مع عبد الحفيد، عبد الحفيد كيمر لديانج، ديانج يفقدها، تعود من جديد لعصام، عصام للاعب الناصري عماد، الناصري من جديد حمزة معه اللاعب عبد الحكيم دريسي، لكن حمزة يصر على المواصلة، يتحصل على ضربة جانبية، رمية تماس لعناصر الفتح، التنفيذ من طرف اللاعب عبد الحكيم الدريسي. عبد الحكيم كيلعب مع معاذ العز، معاذ يفقدها بسرعة لعناصر مولودية أسا، بطاقة صفراء مجانية يا معاذ تسرع، إنذار نعم للاعب معاذ العز من طرف الحكم يونس لوديني. طبعا التنفيذ من طرف القائد جمال جعفري، لعبها طويلة باتجاه ديانج، تصل للاعب حمزة يوسف بياني يفقدها، يضغط جمال جعفري من أجل استعادتها، لكن هو لا شيء أمام اللاعب أرقاز عصام يفقدها من جديد، تعود لمولودية أسا، كرة مولودية من جديد لازالت كما كانت، تعود للاعب أنس شموس، أنس مع اللاعب جعفري جمال، كترجع للاعب أحمد الغندور على مستوى وسط الميدان، يمررها للقائد والعميد جعفري جمال.
جمال كيمررها من جديد للاعب عبد اللطيف. عبد اللطيف مع عبد الحفيظ بياني يوسف طويله باتجاه اللاعب عبد المعفر. حميد المعفر يفقدها. فتحوية ممتازة. الهجمة المرتدة لكن التغطية الدفاعية من طرف عبد الرزاق كترجع عن طريق عبد الحفيظ من جديد. وضربة ضربة حرة مباشرة لعناصر مولودية أصا بعد آخر تدخل من طرف إلياس رقيوق من طرف رفيق. ركلة حرة مباشرة تلعب بسرعة. الحكم يطلب إعادة تنفيذ لأنه لم يعطي الإذن للتنفيذ بعد. يوسف بياني على التنفيذ هو واللاعب أحمد غندور. أحمد هو من سينفذ سيلعبها مباشرة داخل المنطقة. صعد جميع لاعبين المولودية طبعا الأمر متعلق بالمدافعين والمهاجمين الذين توفر على قامة طويلة. الحاكم يعطي الإذن بالتنفيذ. أحمد الغندور أحمد سيلعبها طويلة داخل مربع العمليات لكن سهلة بين أحدان الحارس إلياس جبار. هزمة مرتدة لصالح ناصر الفتح. إلياس رقيوق يتقدم معها اللاعب الناصري حمزة. حمزة الناصري ممتازة لإلياس لكن طالت على إلياس. سهلة بين أحدان الحارس يوسف بدري. تعود من جديد لمولودية عن طريق اللاعب عبد الرزاق. عبد الرزاق ليوس لشموس أنس. أنس مع البياني يوسف. يوسف البياني من جديد يحافظ على كرته معه اللاعب محسن بوردو الذي تحصل على خطأ في هذه اللعبة بينه وبين عصام بينه وبين عماد. كترجع لمولودية أسا عن طريق العميد جعفري جمال. يفقدها جمال. تعاد العناصر الفتح. هجمة خطيرة لعناصر الفتح على الجهة اليمنى عن طريق الدريسي. الدريسي حكيم عبد الحكيم لإلياس رقيوق. إلياس لازال حافظ على كرة. يمر إلياس داخل المنطقة للاعب معاذ العز. معاذ ينتظر يرجع لحمزة النصيري. حمزة النصيري معها عبد الحكيم الدريسي. الدريسي لحمزة من جديد عفوا لإلياس رقيوق. إلياس مع حمزة النصيري. النصيري لعبد الحكيم الدريسي. ممتازة لحمزة النصيري. حمزة والمرور كيرفعها لكن من دون أي متابعة. من دون أي متابعة بعيدة على اللاعب ميكايل. طبعا جوبير لم يرتقي في هذه الكرة وبالتالي طالت عليه كرة النصيري حمزة التي كانت غاية في الروعة. تعود من جديد عن طريق اللاعب عبد الحفيظ. المرور من طرف عبد الحفيظ للاعب ديانج حداري. الحكم يقول ولا شيء. وصل اللاعب. تعود لميكايل من جديد. ميكايل لازال عنده الكرة. يغير تماما على الجهة اليمنى للاعب إلياس رقيوق. إلياس معاه اللاعب معاذ العز. حمزة النصيري. حمزة النصيري عنده الكرة. حمزة للاعب إلياس. إلياس لبصبعات الحسين. الحسين لمعاد العز. معاد مع اللاعب درجاج عماد. عماد مع رفيق. رفيق مع عماد درجاج. عماد كيرجع للخط تماما عند الحارس إلياس جبار. يلعبها طويلة باتجاه عبد الحكيم دريسي. طالت على إلياس رقيوق. يستعيدها بسرعة اللاعب والقائد والعميد أتبوع لمحمد. الحكم يمنح ضربة الخطأ لعناصر الفتح بعد آخر تسلل على عناصر مولودية أسا عن طريق ديانج. كرة عند رفيق. رفيق يحاول المرور. يعيدها تماما عن طريق اللاعب معاد. معاد درجاج. درجاج مع رفيق. كترجع لمعاد درجاج. لعبات وتكتيكات بين لاعبي الفتح ممتازة. تمريرات قصيرة ولا في غاية في الروعة بين عناصر الفتح. تعود في تحوية. معاد العز كيحافظ عليها. الطويلة باتجاه اللاعب حمزة النصيري. حمزة منطلق. انطلاقة حمزة. حمزة يصلها. وضح المضايقة سيدي الحكم. وضح المضايقة يا سيدي الحكم من طرف اللاعب أنس شموس في حق اللاعب عصام حمزة النصيري. عفوا في حق اللاعب حمزة النصيري.
الحكم يكتفي بمنح رمية تماس من دون خطأ لعناصر الفتح. معاد العزوز لا من جديد، معاد كيوزعها باتجاه إلياس القيوق لكن بعيدة وطويلة على إلياس. تعود من جديد الكرة عن طريق اللاعب عبد الرزاق، كتوصل للاعب عبد اللطيف. عبد اللطيف كيرجعها للخلف تماما عند حارس يوسف. يوسف معاه اللاعب البيان يوسف، كترجع لعبد اللطيف جولير. عبد اللطيف كيلعبها مع اللاعب جمال جعفري القائد. جمال للاعب معادن عند الكرة عند حميد المعفر. حميد يحافظ على كرته، حميد يسقط على الأرض لكن الحكم لم يعطي، يكتفي فقط بالإعلان عن ضربة مرمى لصالح عناصر الفتح. طبعا النتيجة لازالت هدفين مقابل لا شيء مشاهدينا الكرام لعناصر الفتح. الهدف الأول كان من نقطة من علامة الجزاء عن طريق ميكائيل جوبير، بينما الهدف الثاني كان في الدقيقة الثالثة من الشوط الثاني عن طريق رأسية المدافع عصام أركز، وبالتالي هدفين مقابل لا شيء. تعود عن طريق عناصر الفتح عن طريق حمزة النصيري، يفقدها حمزة، كترجع عن طريق عبد الرزاق. عبد الرزاق اليولفي يلعبها طويلة باتجاه اللاعب المعادن يوسف، كترجع لها ناصر الفتح من جديد عن طريق اللاعب عبد الحكيم دريسي، تصل لمعاد العز. معاد يفقد الكرة لصالح عناصر المولودية، التنفيذ عن طريق العميد جمال جعفري. جمال طويلة باتجاه اللاعب أنس شموس. تعود لعبد الرزاق من جديد اليولفي، عبد الرزاق لأنس شموس. أنس شموس مع عبد الحفيد، أنس يتوغل يمررها بينية للاعب عبد اللطيف. عبد اللطيف للاعب المعفر، المعفر كيسدد لكن من دون أي خطورة. ركلة ركنية لعناصر مولودية أسا. طبعا المدرب سعيد بهلول يستعد لإجراء ثاني تغييراته عن طريق إقحام اللاعب مروان شرفان. شرفان سيدخل وسيغادر اللاعب حميد المعفر. طبعا تغيير على مستوى المقدمة، على مستوى خط الهجوم، طبعا تغيير مركز بمركز من طرف المدرب سعيد بهلول. تلعب الركلة الركنية بسرعة عن طريق جمال جعفري، مقطوعة من طرف اللاعب بوسبيعات، ممتاز هنا اللاعب الحسين. كترجع لعناصر المولودية، اللاعب البياني، التسديدة خطيرة، مرة سلمتها على عناصر الفتح وعلى الحارس إياس جبار. تسديدة عبد الحفيد اللاعب رقم 11، تسديدة يسارية ممتازة، مرت محادية للقائم العلوي، وبالتالي رمية مرمى لعناصر الفتح وللحارس إلياس جبار. تلعب الكرة من جديد عن طريق عناصر الفتح ولا زالت الأفضلية فتحوية. ثنائية مقابل لا شيء للفتح. أرقيوق إلياس يضغط من أجل استعادة الكرة من طرف من اللاعب محسن بوردو. محسن بوردو يرجع للاعب شموس. شموس عنده الكرة. شموس أنس لعبد الحفيد، لكن طالت على عبد الحفيد. رمية تامس لعناصر الفتح من جديد عن طريق رفيق. طبعا اللاعبون يتلقون التعليمات من طرف المدرب المجدوب، بينما اللاعب إلياس القيوق ساقط على أرضية الميدان.
الحكم يطلب باستئناف اللاعب من رمية التماس على تنفيذها رفيق. رفيق ينفذها باتجاه ميكاييل. ميكاييل وصلته لكن خسرها ميكاييل. كترجع الأنس شموس اللي كيلعبها بسرعة باتجاه مدافعه عبد الرزاق اليولفي. عبد الرزاق لازالت عنده الكرة. عبد الرزاق الطويلة باتجاه اللاعب المعادن. معادن يوسف باتجاه المهاجم مروان شرفان. طبعا تعود الكره من جديد ضربه حره مباشره لعناصر مولوديه عصا على تنفيذها مروان شرفان. مروان والعرضيه داخل المنطقه بالراس لكنها بعيده من دون اي متابعه. تعود من جديد لعناصر الفتح. الضغط في هذه اللحظات من جانب عناصر المولوديه. يجب من عناصر الفتح تدبير هذه الدقائق بجديه بدون اي تهاون. تعود من جديد عن طريق عبد الرزاق اليولفي. عبد الرزاق يسترجع الكره يلعبها مع يلعبها طويله باتجاه محسن بوردو عفوا للاعب مروان شموس. الكره للاعب عبد الحفيد. عبد الحفيد للاعب عبد الرزاق. عبد الرزاق طويله باتجاه اللاعب احمد الغندور. احمد يلعب الرميه التماس بسرعه تعود لعناصر المولوديه عن طريق مروان شرفان. ترجع من جديد يوسف فياني مع لاعب حسين بوردو. تعود الكرة عن طريق أنس شموس. أنس عبد الحفيد والمرور ممتاز لكن القطع الكرة من طرف رفيق. رمية التماس لأناصر المولودية تلعب سريعة مباشرة عن طريق اللاعب أنس شموس. الضغط في هذه اللحظات من طرف عناصر المولودية. المولودية يضغطون من أجل تقليص النتيجة لأنهم يعلمون أنهم دخلوا في الدقائق الحاسمة من عمر المباراة. طالت على اللاعب الغندور يستعيدها اللاعب عبد الحكيم دريسي. طويلة على اللاعب ميكاييل جوبير. طالت عليه يستعيدها الغندور. الغندور لا زال يمر يحافظ على الكرة. الغندور كيسدد لكن الحارس في المكان المناسب إلياس جبار. ممتاز الحارس إلياس جبار. مباراة ممتازة لحد الآن. عن طريق تسديدة اللاعب أحمد الغندور التي وجدت الحارس إلياس جبار في المكان المناسب وكترجع عن طريق اللاعب عبد الحفيد. عبد الحفيد يمر ينطلق على الجهة اليمنى. عبد الحفيد لا زال ينطلق لا زال يحافظ على كرته. اللاعب رقم 11 مع اللاعب بيان يوسف. يوسف مع اللاعب شرفان. شرفان ومن دون أي متابعة ركلة ركنية لعناصر المولودية بعد رأسية اللاعب عصام أرقز وبالتالي ركلة ركنية لعناصر المولودية على تنفيذها اللاعب شرفان مروان. طبعا صعود جميع العناصر باستثناء الشموس. مروان شرفان كيلعبها طويلة مقطوعة من طرف إلياس رقيوق. حداري وتسديدة لكن الهدف الأول لعناصر المولودية. هدف ممتاز هدف مباغت لما أقول أنه ممتاز لعناصر المولودية عن طريق اللاعب عبد الرزاق. هدف تقليص الفارق لعناصر المولودية بعد عرضية مروان شرفان انقطعت برأسية اللاعب إلياس رقيوق لكن رأسية إلياس لن تكون كافية لإبعاد الكرة. وجدت المتابعة من الخلف معلنة عن الهدف الأول لعناصر المولودية. هدف تقليص الفارق لعناصر مولودية أسا. طبعا مشاهدينا النتيجة الآن تتغير من جديد وتصبح هدفين مقابل هدف. النتيجة الآن هدفين لعناصر الفتح هدف لعناصر مولودية أسا. المدرب المجدوب سيقحم
لاعبين دفعة واحدة. تعاود الكره فتحويه وسقوط اللاعب ياسر قيوق على عفوا اللاعب معد على ارضيه الميدان. المدرب المجدوب سيقوم بتغييرين دفعه واحده، والامر متعلق باللاعب محمد ايتيشو اللاعب رقم 24 واللاعب رقم 15 علي ولد الشاعر. تغييرين دفعه واحده لعناصر الفتح. الحكم يعطي الوقت لاجراء التغييرات، دخول اللاعب علي ولد الشاعر وخروج اللاعب معاد العز. نعم يغادر معاد ويدخل علي ولد الشاعر. طبعا دخول اللاعب محمد ايتيشو مكان اللاعب حمزة النصيري. طبعا خروج حمزة وسط تصفيقات الجماهير على المباراة الممتازة التي قدمها. تعاد الكرة لعناصر الفتح من جديد عن طريق أركز عصام، يعيدها للخلف تماما عن طريق الحارس إلياس جبار. إلياس طويلة إلى العميد أيتبوعلي، لم تصل أيتبوعلي، لازالت مع عناصر الفتح عن طريق اللاعب بوعلي الذي يفقد الكرة لصالح عناصر المولودية. تعود لعبد الحفيظ، عبد الحفيظ طويلة باتجاه اللاعب، كرة خطيرة لعناصر المولودية، حذاري من هذه الكرات، حذاري من ديانج وزملائه. الحكم يعلن عن خطأ واضح لصالح ايتيشو بعد تدخل انس شموس في اخر لعبة واخر كرة. طبعا الخطأ من دون اي انذار لانس شموس، يكتفي الحكم بالانذار الشفهي، يطمئن على حالة ايتيشو. تعود الكرة يستأنف اللاعب من جديد، والكرة مناصير الفتح، والتنفيذ دائما عن طريق عصام أرقز. عصام يسارية طويلة باتجاه إلياس رقيوق، إلياس موصلتش بشكل مطلوب، كترجع مباشرة وبسرعة سريعة على عناصر المولودية عن طريق أنس شموس مع سفيان بياني. يوسف بياني اقطعها إلياس رقيوق، إلياس المرور من طرف إلياس، كترجع عن طريق اللاعب علي ولد الشاعر ميكايل، ولا زالت مع اللاعب معاد وقطع الكرة من طرف محسن بوردو. كرة خطيرة، كرة إن لم نقل أنها خطيرة كانت ستشكل تهديد مباشر على مرمى مولودية أسا، لكن لم يحسن التعامل معها اللاعب ميكائيل جوبير، بالتالي كان من الممكن توسيع الفارق لهدفين من جديد وتعزيز التقدم، ولكن لم تكتب. تعود عناصر المولودية عن طريق عبد الحفيظ، عبد الحفيظ الرقم 11 يتوغل عبد الحفيظ معه اللاعب انس شموس. عبد الحفيظ لا زال كحافظ على كرته، انس كيوزع، لكن تدخل المدافع رفيق في الوقت المناسب. كترجع عن طريق محسن بوردو، محسن كيلعبها سريعة مع اللاعب عبد الرزاق، عبد الرزاق يسارية باتجاه اللاعب الغندور أحمد الغندور وجمال جعفري. جمال مقطوعة من طرف اللاعب إدريسي عبد الحكيم، ترجع من جديد للاعب ميكائيل جوبير، ميكائيل وحده، ميكائيل حافظ على كرته مع اللاعب إلياس رقيوق، إلياس معاه اللاعب ولد الشاعر. ولد الشاعر
كيرجع عن إلياس من جديد، الشاعر معه إلياس حكيم الإدريسي، إدريسي حكيم، لازالت رأسية لكن من دون أي متابعة، من دون أي متابعة نعم، وسقوط اللاعب أيتيشو، والحكم يطلب بمواصلة اللاعب من دون أي خطأ. عبد الحفيظ خطير لعناصر المولودية، عبد الحفيظ خطير، هذا اللاعب خطير لكن رفيق يتفوق عليه، يلعبها مباشرة عبد الحفيظ مع يوسف بياني، بياني يوسف، يوسف كيحافظ على الكرة، كيلعبها مع اللاعب عبد اللطيف، عبد اللطيف جولير، عبد اللطيف للاعب ديانج، ديانج وصلاتو، بياني والتوزيعة، حذري لكن مرة تلمت، تعود لعناصر الفتح من جديد عن طريق ميكاييل، ميكاييل مع اللاعب إلياس رقيوق وسط التشجيعات والهتافات الجماهيرية طبعا، المطالبة بهدف ثالث ينهي المباراة. ميكاييل يخسرها من جديد، عبد اللطيف جولير، عبد اللطيف للاعب شرفان مروان، مروان شرفان، لكن التغطية الدفاعية من طرف اللاعب عبد الحكيم الدريسي، الدريسي عبد الحكيم يخرجها خارج أرضية الميدان، ضربة جانبية لعناصر مولودية أصا عن طريق القائد جمال جعفري، ترجع للاعب عبد الرزاق، عبد الرزاق عرضية للاعب ديانج، موسلاتوش لا زالت مستمرة لعناصر الفتح عن طريق اللاعب أيتيشو، أيتيشو لا زال عنده الكرة مع لاعب ميكاييل، ممتاز ممتاز يا ميكاييل، أيتيشو ليه رقيوق، رقيوق ممتاز، رقيوق مرور، لا زالت الكرة مع رقيوق، إلياس لا زال إلياس يتوغل للاعب ميكاييل، لكن الحارس يوسف في الوقت المناسب وفي المكان المناسب يخرج ببراعة أمام اللاعب ميكاييل جوبير، ترجع لعناصر المولودية، مولودية أصا عن طريق لاعب يوسف بياني، بياني يوسف من جديد، بو يوسف يسدد من هذا المكان لكن كرته من دون أي تهديد بعيدة على مرمى الحارس إلياس جبار، طبعا سقوط اللاعب طبعا تغييرين دفعة واحدة لعناصر فتح من جديد وللمدرب مدر محمد المجدوب، يقحم اللاعب عبد الواحد، الحكم يعلن عن الأفضلية لصالح محسن بوردو ولزملائه مولودية أصا، الكرة نزلت مع ناصر المولودية، الحكم يوقف اللاعب للاطمئنان على إلياس رقيوق، طبعا ياسين اللاعب رقم 9 واللاعب عبد الواحد مجدي، تغييرين دفعة واحدة لعناصر الفتح، التغيير الرابع إن لم تخذني ذاكرتي في هذه المباراة بالنسبة لعناصر الفتح وللمدرب المجدوب، دخل اللاعب ياسين، ياسين ولد الراية يدخل، دخول ياسين ولد الري ومغادرة اللاعب، أعتقد أنه مكان إلياس رقيوق الساقط على أرضية الميدان، نعم كما نشاهد كما قلت لكم إلياس رقيوق يغادر، ودخول اللاعب ياسين ولد الري،
طبعا مناوشات ثنائيه بين اللاعب انس شموس وميكائيل، الذي يغادر هو الاخر. دخول ياسين ومغادره ميكائيل. ودخول اللاعب يوسف مجدي، يونس عفوا اللاعب عبد الواحد مجدي. عبد الواحد مجدي مكان الياس القيوق. خروج اللاعب الياس القيوق واللاعب ميكائيل، ودخول عبد الواحد مجدي وياسين ولد الري. تستأنف اللاعب عن طريق عناصر المولودية من جديد. على الجهة اليسرى عن طريق القائد جمال جعفري، تعود فتحوية من جديد عن طريق ياسين. ياسين الذي دخل منذ حين، تعود فتحوية عن طريق لاعب ايتي الشو طويلة معاد ممتازة للاعب ياسين ولد الري. ياسين كيرجع للخلف تماما عند اللاعب يونس عبد الواحد مجدي. عبد الواحد مع رفيق معاه اللاعب بوسبيعات كيرجع للخلف تماما عند القائد والعميد ايتبو علي محمد. اللاعب بوسبيعات طويله باتجاه اللاعب يوسف مجدي. عبد الواحد لا زال ينتظر ويتريث للاعب ولد الري. اللاعب معاد درجاج، والحكم يعلن عن خطأ لصالح مولودية أسا وللحارس يوسف بدري. يوسف كلمة طويلة مقطوعة من العميد ايتبولي كيقطعها رفيق، والكرة لا زالت فتحوية عن طريق ياسين ولد الري. ياسين الكرة مع اللاعب محمد يشو عفوا اللاعب عبد الحكيم الدريسي. تعاد الكره للاعب مولوديه أسا وسهله بين احدان الحارس حداري يا الياس الجباري. خطا كان سيكلف الكثير للكتيبه الفتحويه، والفريق هدف واحد فقط، يعني اي خطا تتحمل المسؤوليه. تعود للجديد عن طريق اللاعب الياس جبار والحارس الطويله باتجاه اللاعب ولد الراي. ياسين ولد الراي مع اللاعب مجدي ممتازه بالكعب من بوسبيعات عفوا من ايتي الشو للاعب ولد الراي. كترجع للاعب عبد الواحد مجدي. عبد الواحد لمعاد درجاج. عماد درجاج يفقدها عماد. كترجع للاعب مروان شرفان. كتعود لديانج. ديانج فقدها فتحاوية من جديد عن طريق مجدي عبد الواحد انطلاقة ايتي الشو ينطلق. لازال المرور خطيرة من ايتي الشو، يدخل داخل مربع العمليات ايتي الشو والتوزيعة، لكن تغطية ممتازة من طرف محسن بوردو. كتعود للاعب احمد الغندور يفقدها. تعود فتحويه من جديد عن طريق اللاعب عبد الواحد مجدي باتجاه ايتي الشو. ليس مسلل يا ايتي الشو. الحكم يعلن عن تسلل. الحكم المساعد يرفع الرايه بداعي تسلل على اللاعب ايتي الشو. محمد ايتي الشو كان متسلل في اللعبه الاخيره، وبالتالي اللعبه لم تتم. هدفين مقابل هدف لا عناصر الفتح، ونحن على مشارف نهاية المباراة. يوسف بردزي كيلعبها طويلة باتجاه اللاعب بياني كتمر على بياني، كتسلي اللاعب عبد الحفيظ للعميد جمال جعفري. حذاري من توزيعات جمال عرضية لكن طويلة مقطوعة. تمريرة خاطئة من لاعب ايتي الشو. كيسدد اللاعب قندور
لكن سهلة للحارس إلياس جبار. طبعا دقائق ونعرف كم سيضيف الحكم من الوقت بدل الضائع. أيت جبار كيلعبها طويلة باتجاه ياسين ولد الري. ياسين ممتاز ولد الري. كترجع للاعب عبد الرزاق يولفي. عبد الرزاق للاعب الغندور أحمد غندور مع اللاعب أحمد مع اللاعب محسن موردو. الحكم يضيف 6 دقائق بدل من الوقت بدل من الضائع. طبعا انتهى 90 دقيقة، دخلنا في عمر 6 دقائق من الوقت بدل الضائع، والنتيجة هدفين مقابل هدف للكتيبة الفتحوية من جديد. تعود الحارس إلياس جبار. طبعا ياخذ كامل وقته الياس. الياس جبار طويله باتجاه ايتي الشو تسهيل الكره للاعب ولد الري. ياسين ولد الري، لكن محسن بوردو صحيح عليه. محسن كيقتها اللاعب محسن بوردو، لازالت عند اللاعب عبد الحفيظ. انطلاقه أسوية من جديد للمولودية، انطلاقة لعناصر المولودية. كترجع للاعب ايتي الشو وكتعاد من جديد للعناصر الفتح. تمريرات ممتازة في غاية الروعة بين عناصر الفتح. ربما المباراة واضحة إلى أين تميل، لكن لازالت هنالك 5 دقائق تحمل الكثير والكثير. تعود لعناصر مولودية أسا عن طريق اللاعب بوردو كيخسرها. خطأ لعناصر الفتح للاعب عبد الواحد مجدي. عبد الواحد مجدي على التنفيذ، يتركها للعميد أيتبوعلي محمد، يلعبها ربما طويلة. هذا هو الشكل الأقرب، يتبعوا لي يلعبها طويلة باتجاه اللاعب ولد الري. ياسين موسلاتوش يضغط ياسين يستعيدها، لكن بخطأ لصالح عناصر المولودية. محسن بوردو على التنفيذ. طبعا وسط هتافات الجماهير، لقطة غير أخلاقية من طرف محسن بعد دفشه للاعب ياسين ولد الري. كرة لمولودية أصا عن طريق اللاعب محداد وتسديدة خطيرة، لكن سلامت على مرمى الحارس إلياس جبار. مرة سلامت هذه التسديدة، الكل على أعصابه في هذه الدقائق الأخيرة. نسميها دقائق الحسم، الكل واقف على أعصابه. طبعا الفارق فقط هدف، يعني في أي لحظة لا تعرف من أين يأتيك الرد، هل التوسيع والتعزيز من الفتح أم القاضية من جانب عناصر المولودية. كترجع فتحوية من جديد عن طريق بوسبيعات. اللاعب معاذ الدرجاج، عماد الدرجاج للاعب ولد الشعير، والحكم ينذر ولد الشعير ببطاقة صفراء، يعطي الأفضلية لعناصر المولودية وللاعب والقائد جمال جعفري. كترجع للاعب عبد اللطيف جولير. عبد اللطيف من جديد، تعاد طويلة باتجاه اللاعب محداد حداري من ديانج، لكن مقطوعة من طرف اللاعب مجدي عبد الواحد. الكرة فتحوية، ولد الشعير يقطعها طويلة باتجاه اللاعب مردود بوردو محسن عفوا. كترجع للاعب والعميد جمال جعفري.
الغندور كيلعبها طويلة حداري حداري، ولكن الحارس في المكان المناسب، الحارس إلياس جبار يتدخل في الوقت المناسب وينقذ الفتح من هدف محقق. طبعا سقوط الحارس إلياس جبار بعد آخر تصدي للكرة الخطيرة التي كانت ستشكل ربما أزمة وستهدي الهدف الثاني لعناصر المولودية لولا براعة الحارس إلياس جبار الذي تعرض على ثرها لإصابة. يتم إسعاف الآن، مناوشة بين عناصر الفتح ولاعب مولودية أسا، اللاعب أحمد الغندور. دخول ممر الطريق للفتح الرياضي الغندوري مدرب الحراسة. طبعا إلياس جبار لازال على أرضية الميدان يتلقى الإسعافات اللازمة، واللاعب عادل يستعد للدخول في هذه الدقائق. آخر تغيير، كل تغييرات أجريت من طرف كتيبة الفتح. تغيير خامس لعناصر الفتح. إلياس جبار ينهض من جديد، مغادرات اللاعب بوسبيعات ودخول عادل الرقم 21 مكان اللاعب بوسبيعات. تعاد الكره فتحويه من جديد عن طريق الحارس إلياس جبار. إلياس جبار ياخذ كامل وقته، ياخذ راحته. إلياس يلعبها طويله باتجاه اللاعب عادل. عادل ينطلق، عادل حافظ على كورتو الذي دخل منذ حين. ممتاز عادل، مرار في غايه الروعه من عادل، التمريره ممتازه والاروع للاعب ايتيشو، والحكم يعلن عن تسلل على اللاعب ايتيشو. تعود للاعبي عناصر المولودية عن طريق جمال جعفري السريعة، عن طريق اللاعب عبد الرزاق باتجاه اللاعب يوسف معدن، والحكم يعلن عن نهاية المباراة. الحكم يعلن عن النهاية، صافرة النهاية بهدفين مقابل هدف لعناصر الفتح. مباراة عرفت تكافؤ الفرص، لكن في الأخير انتهت لعناصر الفتح. فوز مستحق للفتح. شكرا على حسن المتابعة مشاهدينا الكرام، نلقاكم في قادم المواعيد إن شاء الله. دمتم في حفظ الله ورعايته.